الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، فالمعافاة من العافية، وأن الله سبحانه وتعالى يعافي أهل الستر الذين إذا أذنبوا استتروا بستر الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال العفو هو الترك، أي أنهم يتركون ولا يؤذون بغيبة ولا ذكر لهم في المجالس، لأن الذي يجاهر بالفسق فإنه يحل ذكره بما هو واقع فيه. ومن أنواع الغيبة التي ذكر العلماء كالنووي رحمه الله تعالى أنها جائزة وتستثنى من أصل التحريم قضية المجاهر بالفسق، فالذي يجاهر بالفسق هذا فيه استخفاف بربه سبحانه وتعالى، وفيه عناد للشرع، وفيه استهتار بأمر المؤمنين، لأنه إذا لاحظنا قضية تفشي المعاصي والتدرج في ذلك وتطبع الناس معها، فإنه من أعظم الأسباب التي أوقعت ذلك هو المجاهرة بالمعاصي، لأن المعاصي ما خلا منها زمان ولا مكان. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المعاصي، لكن كانت مستورة وكانت مغمورة، وكان أصحابها يستترون بستر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فالذين يجاهرون بمعصية الله سبحانه وتعالى ويتبجحون بها، كما نرى ونسمع في الشوارع وفي الأزقة وفي غيرها من المنتديات، إن الناس قد خلعوا بقع الحياء وصاروا يشربون الخمر جهارا، وصار الناس يتكلمون بفاحش القول وساقطه، لا يتحاشون من مؤمن ولا من صاحب هيئة ولا من صاحب هيبة ولا من رجل متدين ولا من أمة يعني متدينة. لماذا؟ لأنهم عاندوا الشرع واستخفوا بالذي شرع هذه الشرائع سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الأخبار ليحث أمته على الستر، ولأنه جاء في تتمة الحديث: إن العبد ليعمل بالعمل يعني ليلا فيستره الله سبحانه وتعالى فيصبح فيكشف ستر الله عليه، يبيت يستره الله سبحانه وتعالى فيصبح فيكشف ستر الله عليه. إذن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات وشيء من هذه المعاصي فعليه أن يستر نفسه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يقلع وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستره في الدنيا وأن يتم عليه ستره في الآخرة. فإن العبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان حتى يقربه ويضع عليه كنفه، فيسأله ويقرره بذنوبه التي كانت منه في الدنيا، حتى يظن العبد أنه هالك، ثم ينظر إلى بعض المعاصي لم تذكر له ولم يخبر بها فيظن أنها تهلكه، فيقول الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. فالعبد الموفق لا شك أنه لا يمكن أن يسلم من الذنوب، لكن إذا كان مستترا، كان وجلا، كان خائفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا أقرب للمعافاة وأقرب للستر وأقرب للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا ذنوبنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يتجاوز عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.